اهلا بيكم فيديو جديد على قناتكم انا وهي ونجوم. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد، وما تنسوش لايك لو الفيديو عجبكم. يتطلع المتيمين بعلم الفلك والابراج كل يوم الى ما هو جديد، ولا شك انهم شغوفين لمعرفه ما يحمله الفلك لكل برج من الابراج في عام 2020، وهل سيكون عام 2020 أفضل من عام 2019؟ وما هي أبرز التوقعات والأحداث التي ينتظرها كل برج لهذا العام؟ نقدم لكم في هذا الفيديو لمحة عامة عن توقعات برج العقرب لعام 2020 على شتى الأصعدة في هذا الفيديو، تابعونا. كنت قد شاهدت أيها العقرب عام 2019 أحداثا مؤلمة وغير سرة على شتى الأصعدة، ولكنك ستنهي هذه السنة بتقدم باهر واتفاق على عمل جديد أو صفقة جديدة، تتحرر من بعض القيود التي لا طالما أعاقت حريتك، وتنهي العام بنجاح كبير وتسجل انتصارا كبيرا وبعيدا عنك النكسات التي شاهدتها في العام الماضي. وما أن يحل شهر ديسمبر إلا وأنت محققا انتصارا كبيرا على الصعيد المهني وعلى المستوى الإداري والقضائي، فتكسب قضية مهمة كبيرة لك وتسترد حقا لك من خلال دعوة قضائية كنت قد رفعتها في عام 2019. آن الأوان لتنطلق أيها العقرب إلى تحقيق أهداف جديدة. سوف يكون عام 2020 من أجمل الأعوام التي شاهدتها في حياتك، حيث تكون الأنشطة كثيرة في هذا العام وسفريات وتنقلات حتى وإن كانت مؤقتة. تقوم بالعديد من الإصلاحات وتبدأ بمشاريع جديدة على شتى الأصعدة وتتكلل جميعها بالنجاح. توقع أن يتم تكليفك بمهام استثنائية هذا العام فتبدع بها، لا سيما في مجال الإعلام والصحافة والتأليف، وتسافر للقاء أشخاص تحبهم. تتسلط الأضواء عليك في العام الجديد وربما تؤسس مكتبا خاصا بك أو منزلا جديدا أو تترأس منصبا هاما على الصعيد المهني. بالتأكيد ستعبر مكانا أفضل وتقلب الكثير من الأوضاع رأسا على عقب، فأنت أيها العقرب في هذا العام حر ومستقل، تهدف إلى تحقيق أهداف مثمرة وتكتشف احتياجاتك الشخصية وسوف تحققها. تكتسب ثقافة جديدة من خلال سفرك. هذا العام بارع جدا على الصعيد الدراسي لمواليد برج العقرب. أما على الصعيد العائلي تشعر بأنك أفضل حال على السابق بالرغم من المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك. هناك زيول لبضع الأمور العالقة في السنوات السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع العائلي، وربما تكون أنت السند والمساعد الأول لأفراد أسرتك على الصعيد المهني وتقدم لهم المساعدة والسند وتفتخر بذلك. دخول كوكب زحل إلى برجك سيؤثر على علاقتك الشخصية، ومن المعروف أن كوكب زحل يخلق المصاب والتوتر والقلق أينما حل. بدءا من نهاية مارس إلى نهاية عام 2020 سيؤثر كوكب زحل على برج العقرب سلبا على الصعيد الشخصي، فتشهد عقبات. كن على حذر مع أفراد عائلتك والأقارب وحتى مع الشريك. بادر دائما إلى البحث عن الأسباب التي توفر لك الأمان. ربما تمر ببعض الظروف المتوترة، قد تحدث بعض الخلافات أو سوء تفاهم مفاجئ مع الشريك، فكن على حذر. والآن كيف ينهي برج العقرب عامه 2019؟ وما هي الأحداث التي ينتظرها هذا البرج؟ للتعرف أكثر على حظ برج العقرب في الأشهر الأخيرة من عام 2019 تابعونا. لقد عانى مولود برج العقرب في عام 2019
أحداثا مؤلمة وغير سارة على شط الأصعدة، ولكنه سينهي عام 2019 بتقدم باهر ولافت، إذ يحظى العقرب على اتفاق جديد أو صفقة جديدة على صعيد المهني، وسوف يتولى منصب جديد في الشهر الأخير من هذا العام، كما سيحصل على مفاجآت عديدة سارة تطور جهوده السابقة ويحصل على حقه ويتكافأ. يتحرر أيضا مولود العقرب من بعض القيود التي أعاقت حريته، وينهي عام 2019 بنجاح كبير، فيسجل انتصارا كبيرا مبعدا عنه النكسات التي شهدها، وما أن يحل شهر ديسمبر إلا وسيحقق انتصارا كبيرا على الصعيد المهني وعلى المستوى الإداري والقضائي، فيكسب قضية مهمة كبيرة ويسترد حقا فيما يتعلق دعوة قضائية قد رفعها في عام 2019. تتحسن سمعتك أيها العقرب على الصعيد المهني، فتتلقى عرضا مهما يشعرك بالثقة بالنفس، مما يجعلك تستعيد قوتك وتصل إلى صورتك إلى الأذهان، وتكافئك الأقدار على الصعيد الشخصي. في نهاية عام 2019 تشهد أيها العقرب لقاء مهما، فتتحسن علاقة كانت مزعزعة، ربما تكشف خيانة ما أو تتوصل إلى حقيقة كنت تبحث عنها وتستعيد علاقة ماضية، فيتبدل مصيرك في آخر العام وتحديدا في شهر ديسمبر، حيث دخل كوكب المشتري برج الجدي في 20 مارس، وموقع المشتري الجديد يجعلك تغير موقعك ويفتح لك ملفا واسعا من الحظوظ. أن الأوان لتنطلق أيها العقرب إلى تحقيق أهداف جديدة. وإليكم أبرز صفات برج العقرب. لكل برج صفات معينة تميزه عن البرج الآخر، وإليكم في هذا الفيديو حقائق وصفات برج العقرب. وأبرز هذه الصفات أن العقرب لديه دوافع جنسية عالية، وهذا ما يجعل بطارياته العاطفية مشحونة دائما، حتى لو كان العقرب بمزاج سيء لا يحب أن يستعيد عنه بأحد. العقرب لا يخاف المجهول ولا يخاف الظلام ولا الأشباح. العقرب يفقد الاهتمام بمن يتضح غباؤه ويتابع رحلة البحث. العقرب ليس واضحا أبدا، ما تراه منه لأول مرة حتما ليس من طبعه في شيء. سفر العقل أهم بكثير عند العقرب من سفر الجسد. العقرب قائد لا تابع. العقرب جدير بالثقة، ويعطي ثقته لمن يعيه ويكتشفه من دون أن يكشف له أوراقه. العقرب عاطفي، لكنه يدافع عن عاطفته بسلاح العقل. لن يفلت أحد من عقاب العقرب إذا لعب عليه. أصحاب هذا البرج من الشخصيات المركبة، يصعب التعامل معهم إلا إذا كنت على دراية كاملة بتفاصيلهم، فدائما ما ينخدع المحيطون بهم بقناعين إذا هما مولود العقرب عن عمد ليدلل الآخرين عن حقيقته التي لا يحب أن يعرفها إلا من يريد فقط. فقد تراه شخص خبيث بارد جاف المشاعر لا يعبأ بشيء، وقد تراه شخصا ساذجا يمكن أن تضحك عليه بسهولة، وفي الحقيقة هو ليس بهذا أو ذاك. ويتميز رجل العقرب بشخصية تحمل الكثير من المتناقضات، لكن إن أردت أن تكسبي قلبه بسهولة عليك أن تتعرفي على بعض النصائح. ومن أبرز نصائح التعامل مع رجل العقرب: 1- ما تحوريش. ابتعدي تماما عن الكذب والأساليب الملتوية في الحديث، لأن هذا الرجل مثل أجهزة المخابرات العالمية، سيترك لك أبواب الحديث مفتوحة على مصراعيها، لكنه يجمع الخطوط ويدقق في الكلمات
ولن يكون عقابه هين بالمرة، وربما يخسرك إلى الأبد. 2. تعملي بذكاء. رجل العقرب صارم حاسم، يحب أن يتعامل مع المرأة بمبدأ أن السيادة له والطاعة منها، كما أنه قاسي في غيرته، لا يقبل أن يقترب أحد من شيء يخصه. لذلك عليك أن تتعاملي بذكاء وحكمة، فيمكنك أن تكسبي قلبه بالكلمة الحلوة الصادقة وبإعطائه قدره أمام المحيطين به، لأنه يحمل مشاعر خاصة إلى من يقدره. 3. اصغي إلى حديثه. قد تجدين رجل العقرب ثرثار طارة، وقد تجدينه صامتا وكأنه يعيش في عالمه الخاص في معظم الأوقات. لذلك فعليك أن تنتهزين فرصة حديثه واستمعي إلى حديثه جيدا، تفاعلي مع أحلامه وجنونه وشاركيه لحظاته التي لا تتكرر كثيرا. 4. احذري انفعاله. رغم ما يبدو عليه هذا الرجل من هدوء ورزانة، إلا أنه كتلة نارية وبركان سائر. إن وجه أحد إساءة له أو صدر ما يثير غضبه، لن تستطيعين الوقوف أمامه أو تحمل كلماته التي تتعمد على الإزاء المعنوي للمسيء إليها. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.